عزيزي المشاهد، كلمة الله اللي بنلاقي فيها طعام في كل يوم، بيشبعنا في برية مليانة جوع، اللي بنلاقي فيها مية تروي كل عطشان. في سفر المزامير كتب لنا داود مجموعة من المزامير الجميلة، رتبها رجال الله، أعتقد أنه كمان بالروح القدس الترتيب ده ما كانش صدفة. في مزمور 22 يقول لنا داود عن المسيح المصلوب، عن صرخته على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ فموضوع مزمور 22 الصليب. في مزمور 24 يكلمنا داود عن ملك المجد، فيكلمنا عن المجد. ويا سلام على بداية الحياة مع الله، تبتدي عند الصليب وتنتهي في المجد، وتكمل هناك في نهاية تبدأ وما تنتهيش. لكن ما بين مزمور 22 مزمور الصليب، وما بين مزمور 24 مزمور المجد، يجينا مزمور 23 مزمور الرعاية، اللي فيه داود الراعي بيقول الكلمات الجميلة اللي كلنا يمكن حافظينها: الرب راعي فلا يعوزني شيء. أول خطوة يبتديها الإنسان مع الله عند الصليب، وتنتهي الخطوة دي في بداية ما تنتهيش، وفي نهاية ليها بداية وملهاش نهاية، في المجد. وما بين الصليب وما بين المجد نختبر أعمال الرعاية: الرب راعي فلا يعوزني شيء. أخويا، إن كنت عايز تبتدي مع الرب، تعال عند الصليب. وإن كنت عايز توصل للمجد، فالبداية عند الصليب، ولغاية ما توصل للمجد هتتمتع كل يوم بأعمال عناية ورعاية الله. هتغني مع داود: الرب راعي فلا يعوزني شيء. قد إيه جميل إنه هذا الراعي مسؤول عن إطعامي، مسؤول عن حمايتي، مسؤول إنه يحامي عني. وعشان كده أنا مطمن من خطوة الصليب للوصول للمجد، فيه راعي أمين سهران عليا، واخد لباله مني. هل بتختبر وبتتمتع بأعمال الرعاية؟ إن كنت عايز تختبر إنه يكون الرب راعيك، فالبداية عند الصليب، وفي النهاية هتوصل للمجد. تجيش النهاردة عند الصليب تقول له: يا رب أنا جاي بقرب منك، عايز عمل الصليب ده أستفيد منه، أتمتع بيه. تجيش النهاردة تسلم حياتك ليه وتختبر قوة وفاعلية عمل الصليب في حياتك، فتكون النتيجة إنه يوم بعد التاني تختبر اختبارات جديدة لأعمال رعاية وعناية الله ليك: الرب راعي فلا يعوزني شيء. آمين.